بلادي يا بعد عمري بلادي يا موطن عزتي وفخري إماراتي وفديت اسمك وسام انحط على صدري محمد عوض خريج طبيب أسنان عام 2006 خريج جامعة دمشق سوري الجنسية أهلا فيك طبعا تخرجت بالعام 2006 وما توقفت مسيرتي العلمية لحد هون تابعت دراسة وتحصيل علمي حصلت بعدها على دبلوم في تطبيقات الليزر الطبية كمان من جامعة دمشق بعام 2010 وحبيت أكفي دراسة وأكفي علم وما أتوقف عند هالنقطة هاي فعملت تخصص شوي بعيد عن طب الأسنان لكن ضمن مجال الطبي والصحي بشكل عام هو إدارة إدارة مراكز صحية ومراكز تمريض Health Systems Management كانت الدراسة طبعا تحت إشراف جامعة ليفربول لكن ضمن مدينة دمشق والحمد لله تخرجت من الدراسة بعد سنتين وتعينت على أساسها في سوريا في مديرية صحة درعا بمنصب إداري وهو رئيس شعبة مراكز الصحية في محافظة درعا. عيادة بيوتي سمايل لطب وتجميل الأسنان هي عيادة يعني من العيادات اللي حبيت تكون مميزة وراقية في رأس الخيمة فاهتميت أولا بالتجهيز بالديكورات بالأجهزة جبت أجهزة تقريبا كلها حديثة عملت سيستم أو جهزت العيادة بسيستم متكامل لإدارة الملفات الطبية فعندي تقريبا العيادة مؤتمتة بشكل كامل بشكل خالي من الورقيات أو الهارد كوبيز معتمدين على الكترونيك كوبيز والكترونيك مانجمنت للعياده بشكل عام سيستم العياده موجود عندي نسخه للسيستم داخل العياده موجود نسخه للريسبشن برا وفي مجال لنضيف نسخ من نفس السوفت وير تبع العياده جهزنا العياده باجهزه تصوير شعاعي بجهاز تصوير شعاعي فوري كمان مربوط مع برنامج خاص فيه بتظهر مباشره الصوره على الشاشه جهزنا العياده باحدث الاجهزه الالكترونيه لعلاج العظم بجهاز ليزر كمان متطور ايطالي. عيادة بيوتي سمايل طب وتجميل الاسنان تقريبا كل يعني من لما جيت على الامارات كانت الفكره ببالي انه اسس عياده ومركز طبي خاص فيه. بالبدايه كانت الامور شوي صعبه كوني يعني قادم جديد على البلد بال 2014 فحاولت الاقي يعني كذا عياده انه استثمر فيهن للاسف ما صحت لي فرصه فتوجهنا للشغل كموظف ضمن مركز طبي او ضمن عياده اسنان طبعا تعرفت خلال الفتره الثلاث سنين هاي كموظف على الشغل هنا وطبيعه الشغل توجهات المرضى توجهات الناس شو بحبوا بالطبيب شو بحبوا بالمركز اللي بيزوروه او العياده اللي بيزوروها وعلى الاساس هذا درست يعني توجهات المجتمع بشكل عام فعرفت شو اللي بيرغبوا له المرضى شو اللي بيهتموا فيه شو النواحي اللي لازم الواحد يركز فيها في اي عمل خاص بيقدم عليه ومن الاساس هذا احنا توجهنا لعياده بيوتي سمايل عياده بيوتي سمايل طب تجميل الاسنان طبعا كانت البدايه يعني تصور في بالي عم ببلور الفكره اشتغلت على الفكره بدايه من اللوجو لحد يعني اخر من لقيت توفيق من رب العالمين نعم. احنا اشتغلنا وعملنا كل الاسباب اللي بنقدر عليها لحتى انه نحصل على النتيجه هاي الحمد لله انا ما كنت متوقع انه يصير عندي هالحركه هاي من بدايه الشغل توقعت انه الحركه تكون مثلا بعد 6 اشهر
هالحركه وهالمرضى، كم المرضى عندي يكون بعد 6 أشهر. لكن الحمد لله الله اكرمنا، من اول شهر من ثاني شهر كان عندي شغل منيح، المواعيد بلشت تنحجز فل. نعم. فالحمد لله النتيجه كانت كويسه. السر في هذا الاضافه طبعا وبشكل اساسي التوفيق من رب العالمين، اعتمادي على السوشيال ميديا في نشر الدعايه. الفكره هاي اللي اشتغلت عليها ووسعتها. شلون انا وسعتها؟ المريض هلا بمجتمع صغير ممكن يكون ماوث تو ماوث، الدعايه تكون ماوث تو ماوث، لكن احنا بمجتمع كبير، فانت تعرفت على طبيب شاطر وناجح وبتظن انت يعني ومتاكد انت وجربت انه ناجح ولمست النتيجه بالذات، خصوصا طب الاسنان. يعني طب الاسنان شغله يعني بتعتز لعقامه ولنظافه بالشغل ولدقه، اي تقصير بهالنواحي هاي راح يظهر بعدين بفم المريض وراح يشعر فيه، والنتيجه ما كان مرتاح عليها وما راح يرجع يراجع الدكتور مشان نفس السن ونفس المشكله، راح يراجع دكتور ثاني باعتبار راح يعتبر انه المعالجه فشلت خلاص، انه في تقصير من الطبيب. فالامر اللي اعتمدت عليه هو الدعايه بين المرضى، لكن ما اعتمد بس على ماوث تو ماوث، الدعايه اسلوب الدعايه ماوث تو ماوث. انا صراحه اشتغلت انه المريض هو اللي ينشر دعايه كمان، انه هو يوجه علي. فانا عملت ريبورتاج من فتره عن العياده وطلبت من مرضاي اللي بيثقوا فيي واللي مقتنعين بشغلي انه ينشروا لي هالدعايه هاي على مواقع التواصل الاجتماعي عندهم، شيء نشروا على الواتس، شيء نشروا على الانستغرام، شيء نشروا على الفيسبوك. فاستفدت من المرضى كمان ك يعني خلينا نقول وسائط للدعايه، يعني مع احترامي الشديد وتقديري لمرضاي، بس هم حابين انه كمان العياده هاي تنجح وتقفز للاعلى ونستثمر فيها، والامر راح ينعكس على المرضى وعلى الطبيب بحد ذاته كذا. الأمن يعني عن تجربتنا ويعني الانطباع اللي أخذناه، الأمن هو الدعامة والركيزة الأساسية في اقتصاد أي دولة. نعم. في أمن، المجالات الثانية بمجالات الاقتصاد الثانية راح تتطور وتنمو مع نموها الأمن هذا. نعم. الحمد لله الإمارات صراحة يعني أنا من لما جيت واستقريت في الإمارات اندهشت يعني بالتقنيات والوساط. نعم. اللي بيستخدموها لتحقيق الأمن، وطبعا حقهم بأي دولة إنه يحققوا الأمن لمواطنينهم ولمقيمين على دولة الإمارات. فالحمد لله يعني الأمن هم بدولة الإمارات يعني مو موجود بأي دولة من دول العالم الحمد لله. يعني نادر ما تلاقي دولة بتهتم بتحقيق الأمن وتحقيق الاستقرار بهالشكل هذا، ومتابعة حثيثة. يعني مشهود لهم شيوخ الإمارات أنه متابعة حديثة. يعني أنا عن قراءة وعن اطلاع، يعني أحدث الأجهزة وأحدث التقنيات اللي مستخدمة في العالم، ومن عدة تجارب، أنه ما بيأخذوا من دولة واحدة، بيأخذوا من عدة تجارب من العالم، الوسائط اللي هي بتحقق الأمن، مثلا كاميرات المراقبة بالشوارع بالنسبة لمراقبة السير وبالنسبة للأمور الثانية. فالحمد لله أنه الأمن هنا مشهود له بالإمارات، ومثل ما حكيت لك الأمن هو الركيزة الأساسية. ما إذا حققت الأمن أنت حققت القاعدة لأي شيء ثاني بأي دولة من دول العالم. أنت حققت استقرار أمني، حققت استقرار اقتصادي، وحققت فوق الاستقرار الاقتصادي نماء بنسبة معينة كل سنة أو كل عقد من العقود. الأمن يعني كمان استقرار مجتمعي، المجتمع راح يضل متماسك الحمد لله، وراح تزدهر العلاقات، وراح يتحقق الرفاه للمواطنين والمقيمين على دولة الإمارات. مو بس المواطنين راح يستفيدوا من نعمة الأمن، المقيمين كمان راح تنمو أعمالهم باعتبارهم أنه جايين على هالبلد هاي كمان أنه يعيشوا حياة كويسة وكريمة ويعيشوا حياة مزدهرة ويحققوا نماء حتى في شغلهم. أنا الحقيقة هذا لمسته بنفسي، فالحمد لله. يعني الشكر الأول لله، والشكر الثاني ومن ثم شيوخ الإمارات على رأسهم الشيخ خليفة بن زايد أطال الله في عمره، نائبه محمد بن زايد أطال الله في عمره، وباقي شيوخ الإمارات الشيخ سعود أطال الله في عمره. وصراحة يعني احنا بندعي لهم بظهر الغيب،
انه الله يديم عمرهم ويطول عمرهم. العيادة براس الخيمة منطقة النخيل بناء البراجيل، البناء البراجيل واقع خلف بنك دبي الإسلامي، بناء البراجيل ميزانين طابق الميزانين شقة رقم M04.